الإسكندرية لكرة القدم التي تحتفل بيوبيلها الذهبي حققت إنجازات ضخمة تشكل عنوانا لمرحلة زاهرة تمثل دعامة أساسية للتطور والنهضة لكرة القدم في الإسكندرية. إن مسيرة هذا الصرح الممتد على مدار 100 عام مضت بعد أن بدأت بفكرة طموحة كلف بتنفيذها رجال صادقون آمنوا بها وعملوا بكل إخلاص وتفان لتحقيقها متحدين كافة الصعاب. تأسس فرع اتحاد الكرة بالإسكندرية عام 1923 بعد عامين من تأسيس الاتحاد المصري عام 1921. تعاقب على رئاسة منطقة الإسكندرية لكرة القدم خلال 100 عام قامات كبيرة، وكان الأستاذ حسين أمين سامي رئيس النادي الأولمبي في ذلك التوقيت أول رئيس لمنطقة الإسكندرية، تلاه فهمي بكويصة رئيس نادي الاتحاد السكندرية كثاني رئيسا للمنطقة، وتوالى بعد ذلك رؤساء المنطقة وهم الأستاذ عزيز فهمي حارس مرمى النادي الأهلي السابق والذي تم تعيينه رئيسا للهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ثم الفريق أول سليمان عزت قائد القوات البحرية ورئيس النادي الأولمبي، ومن بعده الفريق أنور عبد اللطيف مدير مصلحة الجمارك ورئيس الاتحاد السكندرية، ثم الحاج محمد المهداوي وكيل مجلس إدارة النادي الأولمبي، والأستاذ أحمد أمين فهمي وكيل نادي الاتحاد السكندرية، ثم تولى كابتن محمد دياب العطار الديبة نجم الاتحاد السكندري والمنتخب الوطني السابق ووكيل نادي الاتحاد، ومن بعد تولى رئاسة المنطقة اللواء إسماعيل اليمني، ثم الكابتن إبراهيم الجويني رئيس النادي الأولمبي الأسبق، والدكتور فرج بيومي وكيل كلية التربية الرياضية بالإسكندرية، ثم رئاسة المنطقة الكابتن طلعت فواز عضو اتحاد الكرة الأسبق ووكيل نادي الاتحاد السكندرية، والكابتن طارق الجلاد لاعب الاتحاد السكندري السابق، والحج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ورئيس اتحاد الكرة السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالية. وشهدت محل دليس أول اجتماع لمجلس إدارة المنطقة، ثم أقيمت الاجتماعات في إتنيوس، بعدها انتقلت اجتماعات مجلس الإدارة إلى قاعة بلياردو بالاس بمحطة الرمل، وكان أول مقر رسمي لمنطقة الإسكندرية لكرة القدم في شقة إيجار بشارع سعد زغلول بمحطة الرمل مقر لجنة الحكام الحالية، إلى أن جاء تولي الفريق أول سليمان عزت رئاسة المنطقة عام 1963، وقام بإيجار شقة أكبر بشارع أمين فكري بمحطة الرمل ليصبح مقر المنطقة الحالية، وتجمع منطقة الإسكندرية تحت مظلتها العديد من الأندية التي لها باع طويل في مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم. فعندما بدأت مسابقة الدوري الممتاز عام 1948 كان هناك 11 فريقا، منهم 4 أندية تتبع منطقة القاهرة، وهي الأهلي والمختلط والترسانة والسكة الحديد، وأربع أندية من منطقة الإسكندرية وهم الاتحاد والأولمبي والترام واليوناني، وثلاثة من مدن القناة الإسماعيلي والمصري وبورفؤاد، قبل أن تنضم بعد ذلك أندية السواحل حرس الحدود حاليا للمسابقة إضافة إلى كروم وسموحة ثم فاركو. ولا تزال منطقة الإسكندرية لكرة القدم تؤدي دورها الريادي لخدمة كرة القدم بالإسكندرية.